السلام عليكم مش من ابدا ان نبدا الحلقه بسؤال لكن الحلقه دي تحديدا مهمه قوي نطرح عليكم السؤال ده في البدايه تفتكر مين هو زعيم ايران القادم بعد نفوق علي خامنئي قصدي خامنئي فكر شويه ويا ريت تكتب لي توقعك في التعليقات من المهم ان حضراتكم تعرفوا اخر الاخبار عن الاحتجاجات في ايران اللي دخلت اسبوعها الرابع رغم الحملة الأمنية الشرسة اللي شنتها السلطات الإيرانية على المتظاهرين وكمان رغم التعتيم الإعلامي الصارم اللي بيمنع وصول اخبار كفايه عن التظاهرات اللي موجوده في ايران وكان الجزيره اللي بتنقل تظاهرات كوكب فيجا مراسلينها وكاميراتها اختفت فجاه من ايران عموما الحمله الامنيه والتعتيم الاعلامي مفهومين جدا جدا لان نوعيه الهتافات اللي بقت بتتقال في المظاهرات الايرانيه اختلفت وعليت لمستوى تاني خالص في الاول كان كل الهتاف بيركز على قضيه مهسه اميني لكن دلوقتي الهتافات بقت من النوعيه دي الموت للظالم لم نعد نخاف سنقاتل الشرطه قتلت الشعب يسقط الديكتاتور امراه حياه حريه. الهتافات دي يا غالي بتتقال في شوارع ايران حاليا وانا بكلمك واخد بالك من سرعه تطور الازمه في طهران ده بالاضافه لحرق صور رموز النظام من اول المرشد وانت نازل واللي مش بيحرق صورهم بيحطها على الارض ويدوس عليها بالجزم اعزكم الله ولكن هل تعتقد ان السلطات الايرانيه واخدة التظاهرات دي بعين الاعتبار؟ في الحقيقة لا، لأن رئيس إيران إبراهيم رئيسي وصف المتظاهرين بمثير الشغب والذباب. وتقريبا ده التصريح اللي بيطلع من كل رئيس جمهورية قبل ما تحصل ثورة. مبارك قال خليهم يتسلوا. القذافي قال جرذان. علي عبد الله صالح قال إرهابيين. البشير قال جواسيس وهكذا وهكذا. نفس التصريح ونفس النهاية. وإن شاء الله ده اللي هيحصل في إيران قريب على ايد حركة شباب زد لحظة كده عم نديل مين شباب زد دول انت يعني اول مرة تجيب سيرتهم جيل زد او شباب زد هو مصطلح تم اطلاقه على الشباب الثوريين في ايران اللي هم الجيل الجديد المتصل بالعالم والمتمكن من استخدام التكنولوجيا بيحاربوا النظام الايراني من خلال الانترنت ونشر فضايح النظام قدام العالم كله برغم التعتيم اللي بتعمله السلطات الاعلاميه والامنيه في طهران وحسب رؤية كايلي مور جيلبرت اللي نقلتها صحيفة التلجراف البريطانية عن الخبيرة في الشؤون الإيرانية والرهينة السابقة في طهران إن عامل الخوف في إيران حطموا شباب البلاد الشجعان وهذا يقلق النظام لأن النخب الحاكمة كبيرة في السن على الرغم من أن 60% من سكان البلاد بتقل أعمارهم عن 30 سنة أي أن هناك هو بين معظم الشباب في البلاد وبين حكامها ونظامها العجوز الذي يتحكم فيه الولي الفقيه بكل شيء من اللباس حتى التوجهات السياسية ما دفع الشباب إلى الانفجار صارخين كفى ورافعين لشعار الحياة والحرية على فكرة كلام كايلي مور ده بشكل غير مباشر قاله وزير التراث الإيراني عزة الله زرغامي الأسبوع اللي فات خلال اعترافه بأن سبب الاحتجاجات هو انفصال الحكومة عن واقع الشباب الإيراني الراجل قال نصا ان المشاهد غير المسبوقه لما يحدث في مدارس بناتنا ترجع الى افتقار نظامنا لاي هويه ثقافيه مناسبه لشبابنا سمع واحد بيقول لي ايه علاقه الكلام ده بالسؤال اللي انت طرحته علينا في بدايه الحلقه عارف يا حبيبي والله لو صبرت للاخر كنت هتعرف بنفسك المظاهرات اللي بينظمها الشعب الايراني ومنه جيل زد بدات ترفع شعارات قويه ومباشره زي مثلا المظاهرات اللي خرجت في مدينه نازي اباد جنوب طهران اللي هتفوا وقالوا فيها فلتمت يا مشتبى ولن ترى الزعامه هذا العام هو عام الدماء فليسقط خامنئي لحظه تانية معلش بقى هو مين مشتبى ده كمان ده يا غالي ابن علي خامنئي ويعتبر هو المرشح الاقوى لقياده ايران بعد ابوه وعايز اقول لك ان الدنيا اتقلبت في ايران بعد قرار الحوزه الدينيه بمدينه قم العاصمه الدينيه لايران بانهم يمنحوا لقب اية الله لمشتبه وده لقب بتمنحه الحوزه الدينيه في قم للي بيوصل لدرجه الاجتهاد في المذهب الشيعي الاثني عشر واصلا في شكوك كبيره ان مشتبه ده خد اللقب ده بالكوسه ولا هو اجتهد ولا بطيخ ولا تنيل يا عم بلاش خد الكبيره والتقيله علي خامنئي ذات نفسه اصبح مرشد لايران ومعاه لقب اية الله وهو رسميا ما وصلش لدرجة الاجتهاد يعني ما ينفعش الناس تاخد منه فتوى من الاساس ولكنه بقى مرشد لايران مرة واحدة كده وده اللي ممكن يحصل مع ابنه مشتبة ودي كانت اجابة السؤال اللي سألته لكم في بداية الحلقة قولوا لي بقى في التعليقات هل تعتقد فعلا ان مشتبة هيكون هو المرشد القادم لايران ولا الثورة الايرانية هتنجح ونظام الملالي هيسقط بالكامل واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لك يا مصر السلام